عندنا رمان حبة، عندنا أوراق سبانخ، دي السبانخ عشان الناس بتسألني كتير جدا، دي مش السبانخ البلدي يا حبايبي. جرجير، جبنة ريكفورد أو فتة، عين جمل طبعا ممكن نستغنى عنه، بس عين الجمل من الحاجات المفيدة جدا، فيعني لو نجيب 100 جرام كده هوت وناكل منها مرة في الأسبوع يبقى لطيف قوي، خاصة إن إحنا داخلين على المدارس والمذاكرة، وده بيبقى مفيد جدا للولاد علشان التركيز. الدريسنج عبارة عن حبوب رمان، زيت زيتون، عسل أبيض، عسل أبيض هنا ممكن تستبدلوه بدبس الرمان، عصير ليمون، خل بلسمك، ومستردة ورشة ملح. إيه بقى اللي هنعمله؟ احنا كالعادة هنحط السبانخ والجرجير، طبعا ممكن تعملوه بجرجير بس لحد ما السبانخ البلدي تطلع، وتستخدموا سبانخ بلدي اكيد ممكن، بس انا بحب السبانخ دي قوي وبحس ان طعمها لذيذ قوي. السبانخ النية بتتاكل عادي زيها زي الجرجير والخاص، محدش يقلق، والسبانخ النية طعمها احلى كتير جدا من السبانخ انا بحبها اللي بالصلصة والحمص، بس هي دي احلى، طعمها احلى بكتير. حبوب رمان بقى ايه؟ على قد ما تقدروا، على قد ما تقدروا يا ولاد. عين جمل اذا وجد، ما وجدش خلاص مش حكاية. وبعد كده هجيب قطع كده من الريكفورد، بسيط يعني، هي حادة قوي انا بموت فيها، بس هي حادة يعني مش بيتحط منها اللي هو كميات وكده، لان النقطة منها قوية. اوكي، هناخد الدريسنج هنا، حبوب الرمان برضو، بردك عصير الليمون، الخل البلسمك، زيت الزيتون، المستردة، والعسل الأبيض أو دبس الرمان. قلب قلب.